ازاي الاب بيدي حرية لأولاده في مرحلة معينة؟ لانه اي اب لو ابنه هياخد الفلوس وهو عارف انه هيضيعها بيمنعه، لكن ده بيعبر لنا قد ايه ربنا مدينا مساحة من الحرية احنا ما بنعرفش نديها لأولادنا. زي ما اتفقنا بتدي حرية تتناسب مع السن، لكن ما ينفعش تفرض اختياراتك على ابنك بالذات في مرحلة 15-16 سنة. لا، انت بتتناقش معاه، انت بتقول له الخطورة، لكن بتدي له مساحة من الحرية. مش بتكلم في تطبيق حرفي تدي له فلوس، لكن بتكلم في مبدأ الحرية. لازم ندي مساحة من الحرية حتى لأولادنا لو عاوز يغلط. أنا مش همنعه بالعافية، لأني لو منعته بالعافية هيغلط، بس هيغلط ومعاها كمان خسرني. هنا لما غلط ما خسرش أبوه، لأن أبوه فضل مثالي. فجاء اليوم اللي رجع لأبوه، عارفين لو أبوه كان منعه بالعافية كان طفش وما كانش هيرجع، لكن المرة دي لما طفش وبوظ الدنيا كان في مجال يرجع، لأن الأب كان مثالي، لأنه كان بيحبه بجد. ومن مجالات الحب أنك تدي المساحة دي من الحرية. الحاجة التانية أنه الأب فضل عنده رجاء في ابنه. للأسف بعض الأباء والأمهات بيوصلوا رسالة للأولاد والبنات أن أنت ما منكش فايدة، أنا مش حاطط أمل فيك، أنت خزلتني، أنا مكسوف منك. طبعا الرسائل اللي من النوع ده مهينة ومؤذية جدا للأطفال والشباب. لكن الأب ده فضل طول الوقت عنده أمل ابني هيتصلح. الرجاء ده هو اللي بيخلي عيالنا يتصلح. كل طفل أو شاب بيغلط بيبص في عينين أبوه وأمه، لسه شايفين مني رجاء؟ لسه يطلع مني حاجة عدلة؟ هو بياخد ثقته في نفسه من موقف والديه. فكون الأب فضل مستني إن العيال دي الولد ده يرجع، ده معناه إنه المحبة ترجو كل شيء، تصدق كل شيء، ما بتيأسش أبدا. طول ما في محبة ما فيش يأس. درس كمان في التربية، وده درس غريب شوي. لو فكرنا ليه الأب ما طلعش وراء ابنه يجيبه؟ في مرحلة معينة لازم تسيب ابنك يعني يحصد ما زرعه. بمعنى موضوع ان الامهات تذاكر لعيالها طول الوقت وتزعق وتهري وبتاع، وكأن الام هي اللي بتمتحن في المدرسة، ده موضوع يعني فاشل تماما. لانه انا بفترض ان الطفل ما ذاكرش وبعدين سقط واتكسف من زمايله وجاب نمرة وحش وبقى باصص في الارض، ده اللي هيساعده انه يبتدي ينتبه لمسؤولياته، يبتدي يذاكر عشان يثبت نفسه. لكن لو ماما هي اللي شايله الشيله، هو عمره ما يحس بالشعور ده، هو دايما ما عندوش المسؤوليه. انا حرمته من انه يحصد ما زرعه، بينما حصاد ما يزرع الانسان ده مبدا كتابي، ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. مره اب حكالي قال لي ابني يعني عيله مقتدره كان كل اسبوع يضيع كوره وانا اجيب له كوره جديده، الحكايه مش صعبه. وبعدين سمع وعظات في التربيه، ضيع الكوره، قال له مفيش كور تاني. الولد فوجئ لانه مستغرب وعارف ان ابوه يقدر يجيب له 10 كور يعني. الاب اصر، قال له لما تحوش بقى تبقى تجيب كوره، وكل مره هيحصل كده. الحقيقه قال لي ببساطه الكوره ما ضاعتش بعد كده، لانه هو كان بيستسهل ان الكوره تضيع لانه بابا هيجيب كوره. لكن اول ما عرف انه هو بقى اللي هيحوش ويجيب الكوره، وقعد له اسبوعين ثلاثه او شهر ما بيلعبش كورته، ما عندوش كوره، تعلم الدرس. هنا الاب ساب الابن يوصل للخنازير عشان يفوق، عشان يعرف ان اللي عمله ده كان غلط خالص، وبالتالي صعب قوي يرجع له تاني. لكن لو الاب كان راح حيله وجابه ورجعه كان بسهوله جدا هيرجع للغلط تاني. وعشان كده حتى يمكن تبقوا عارفين في علاج ولادنا اللي بيقعوا في الإدمان، احنا ما بنجبرهمش على العلاج. حتى لو تزل لازم هو اللي يقول ساعدوني، لازم هو اللي يقول ابعدوني عن الجو ده بأي طريقة، أنا مش قادر أساعد نفسي. لكن لو زقناه زق على العلاج وجبرناه إنه يتصلح،
تاني يوم هيرجع للخطيه دي تاني، لانه هو ما اخدش القرار بنفسه. فكره انه ياخد قراره بنفسه، قرار الاصلاح لا يفرض على احد، لكن الجو العام يساعد في القرار. هو معلوماته عن ابوه الفاضل الطيب ساعدته انه يرجع. اقوم الان واذهب الى ابي واقول له يا ابي اخطأت.